هەمکاتان باش هاوڕێیان هیوادارم باش بن. سڵاوێکی تایبەت بۆ گەنجە کوردەکان و گەنجە عەرەبەکانی باشووری عێراق. ئەمڕۆ لەگەڵ کاک محەممەد لەگەڵ برا بەڕێزەکە کە ئێستا تەسویرمانەکە هاتووین بۆ ڕێگەی شاخی هەنگێ، هاتین ئەم ڕێگەی کە بینومانە تاقی بکەینەوە بۆ مەسلەی بابلێن پاڵەوانتی داهاتوو بۆ مانگی حوتم کە بە دوو هەنگاوەڕوات. مەساال خێر شەباب، مەساال خێر عەلەیکم، سلام عەلەیکم شەباب الكورد و شەباب العەرەب. اليوم جينا احنا ان شاء الله نشيك المكان مال السباق، لان راح يصير سباق بالمستقبل. واليوم جينا انا وكاك دانا واحمد اخويا، وان شاء الله يصير السباق. و طبعا هذا الطريق اخ محمد نسى يقول لكم، هذا الطريق واقع خلف المطار مال السليمانيه قرب جبل هنجي. طبعا هذا الطريق يبني من السيطرة الدخولية اللي بيدخل السليمانية، تصعد على كم لوفات إلى هذا الطريق اللي هسه احنا عليه، ويتطول إلى مو هذا البناية البيضاء، البناية الأخرى يم الجبل البعيد. طبعا هناك احنا نفكر بأن نسوي البطولة الجاية اللي راح يكون بالشهر السابع، نسوي المرحلة الأولى، لأن البطولة يمكن يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هو قطع مسافات طويلة اللي بالإنجليزي هو كروس كانتري، بس احنا نسويه ميني كروس كانتري لأن يطلع الطريق تقريبا 10 كيلومترات. بيقومان من اللي قلت لك محمد داك إسا هاتون بو إيرا أما ريجي شاخي هنجي في ألين أم ريجيش كيسا إما لسرين زيكي الرواد هتاكو بينا أم بينا سبينا بلكو بينا كيتر وبو أولا تريج أروا أو ريجي كيسا لقل كاك محمد دايما تشين تا أوي براسي ريجي شي زور خوشا وأم ريجي بنيازي إن شاء الله داي بنين بو ماني حود بو بالوانتي هات نخواروا لشاخ كيش بدو مرحلة أبي بدو هنغاوي هنغاوي كان بريني مودا دوريا لو مودا دوريا بدو بابلين دكسي سركوتو يان فانزكسي سركوتو بتي نيوي عددي بجدار بو داخلي هنغاوي كوتاي ابنو ما باقي داخل ما بن ان شاء الله ما بنيازين هتاكو ماني ششي زياتر فحسي امر جيب كين تاب زين تاشن جنجاوا خالي جرين لم بطوله يا لم بالوان الثياب بيغمان باج ورقتني ازمون باج ورقتني خبره لا دو بطوله كي بيشوا هل بتام جاره حدو بابرين ازمون قيمه يكلكين لم بطوله يا ما زور كاري جدياده كين زور كاري تا حد يبرو بروفيشنالي اتشين نامانه همو پاسکیلێک، نامانه همو کەسێک بەوەی کە حەزی لێ بەشداری کا بەبێ کە بە تەکنیک و بە کۆمەڵێک ڕاهێنان تێپەڕ نەبیێ، تێپەڕ نەبووبێ. هەڵبەتە ئەم بتوڵێ، ئەم پێشبڕچێ لەسەر ئاستی فڕق ئەبێ، لەسەر ئاستی گروپ ئەبێ، لەسەر ئاستی تاکە کەسی نابێ. تەنانەت ئەوانەی لە هەرێمی کوردستان و ئەوانەی لە باشووری عێراقن ابي او كساني كبجداري كان لسر اسي فرق بجداري كان لسر اسي جروب بجداري كان. اول شيء اكون بعض نقاط مهمه لازم نركز عليها قبل ما نبدا السباق. لازم هذول الاشخاص اللي راح يشتركون بالسباق مو بس ياخذون خبره، راح يكون عندهم لياقه كافيه، يكون عندهم بايسكلات يعني تقدر تعبر هاي المسافات، يكون عندهم المام بهذا الموضوع، يكونون متمكنين منه انه يعبرون هاي المسافات ويكونون اشخاص أقوياء جسدياً والبطولة مو للأفراد. والبطولة طبعاً مو راح تصير للأفراد، البطولة راح تصير جروبات على الجروبات، على الجروبات المستوى الجروبات. من هاي المجموعات اللي راح تصير راح نطلع عدة مجموعات ونسوي السباق الثاني اللي راح يصير بعدها. طبعاً أخ محمد يعني إذا المرحلتين، هذا السباق مال المرحلتين. نعم. المرحلة الأولى إذا كان الفرق اللي يشاركون مثالاً 20 فرقة من إقليم كردستان ومن جنوب العراق، 20 فرقة يشاركون. هذا 20 فرقة لما يشاركون بنفر، يعني كل فرقة يشارك يعني يختار من ضمنهم نفر واحد متسابق واحد يمثل الفريق حتى يتسابق. 20 المتسابق لما ينافسون بهذا الطريق، 10 الأوائل اللي يوصلون للخط النهاية هم يترجحون أو يروحون للمرحلة الثاني اللي هو مرحلة النزول من المنحدرات، والعشرة الآخر اللي ما وصلوا يعني يتصفون ما يدخلون للمرحلة الآخر.
تمام. هو هيك يعني اكيد وضحت الصوره لكم شباب. مثل ما قال استاذ دانا انه راح تكون تصفيات من كل جروب، يعني راح يختارون واحد، ومثل ما تفضل كاك دانا راح تصير السباقات وتصير التصفيات. يا جمان هر بو زيات البرشاوروني بو هاوري گنجا كردكاني خومان يا جمان ام جار ام بطوله هر دو ازمونكي بيشوت يكل اكريل ليك بطوله ان شاء الله. اگر او كومپانيا كه سلام مشتمرو گفتو گان لگال يعني بو هاوكاري ممكن بو سپانسري ممكن كا اگر او بطوله سريگير اما بدو مرحله ابي او هلبته ابي لاساو گنجا كان گروپ دروس كن لسيكاس لچواركاس لششكاس با آرزوی هاوریتی خوان ایت چند کس اتوان کوکنوا بیگومان لو گروپا لوگوی شتابتی خوان حلب جیرن ناوی شتابتی خوان بو خوان حلب جیرن جلی تابتی خوان حزیان لچی خوان حلب جیرن بیگومان لکاتی پیش برچکا خوان لنا خوان کس چی بتوانای خوان حلب جیرن بو بجاری کلا پیش برچکا بو نمون هنگاوی یکم برینی ام ده کیلومتر یک باسم کرد. اگر بو نمون 20 گروپ بجاری کلم فراوان که 20 گروپ که یکی یک کسی ها بجداری کردم هنگاوا بگو من اگر ده کسی یکم گشت خالی کتایی او ده کسا اچنا مرحله دو هم او که حتن خواروی لشاخه ده کسا که کتایی که نانتوانی او لیا نتوانن بجداری بدن او که تا منافسه گوره که لحتن خواروی شاخه که لنیوان او ده کسا بین البته منو کنو منوتن بگو من اگر 30 گروپ بو او نیوی حلب جردیه 40 بو نیوی حلب جردیه و حلبتا ایمه لی ایستاوا حز اکیم یعنی که محمدی شوزه هر کردیتی اگه لی ایستاوا ایمه زور حز اکیم لی ایستاوا حتا کو مانگی شش که دو مانگ ماهو لی ایستاوا گروپ دروس کره لسی کس بیه چوار کس بیه پینج کس بیه گروپ دروس کره مستمر با بردوامی تمرین کن لم شنانه نگل شونی جاده چونکه ام شونی که ایستاوا منو که محمد تاقی مانگ رو براسی برزو نزمایی تیه و زور زور قرصه و اما وکو پالوان تکی پیشونیه که باولی سی ربعی جاده قیر بو اما ان زیاتر اتر چونلی جاده تکلیا بزمانی نیزی ام جور پیش برشی کلم مودا دوریه که اکر پیوتری کروس کانتری هرچنه زور مودا کی دوریتری شری 30 کیلومتر 40 کیلومتر 60 کیلومتر بلام اما اگر اما 10 کیلومتر ری کنترل بکین اما تو این نایبنی مینی کروس کانتری يعني اتوانين استفاده لواب كاين بو زياتر ازمون ور گرتن انتر من نازم كاك محمد هر شي شي هي لسخ سكاني من بكاب عربي و جماعه. ان شاء الله راح هذه اللعبه هاي السباق ان شاء الله راح يكون على مستوى الفرق وليس مستوى الافراد. يعني اذا واحد يجي من منطقه معينه يقول انا امثل هاي المنطقه ما راح يقدر يشترك بالسباق. وبالنسبه للمجموعات لازم كل مجموعه تسوي لها لوجو خاص بها وملابس خاصه ويدبرون لهم بايسيكلات مضبوطه بايسيكلات جبليه لان احنا ان شاء الله راح نخلي شروط هاي الشروط حسب الشروط راح نخلي البايسيكلات من نوع جبلي فقط من ما يشمل اي نوع ثاني وحتى للملاحظه اخ نعم. محمد يعني من هسه تبدي موسم
يعني جلب الدراجات الجبلية من خارج البلاد بواسط يعني الدراجات القديمة. نعم. بس بيها موديلات زينة تجي لهذا أكوفة ساحة بالمحافظة أربيل، ساحة الدراجات يسمونه ميدان البايسكيل. هناك يعني يجيبون دراجات جبلية هسه الموسم ماله، يعني من هسه الفريق لما يكونونه من الجنوب يقدر فد واحد يجي الأربيل يسأل يدور على، يعني فريق واحد يكون عنده دراجتين، دراجة احتياط ودراجة على مود إذا سقط أو إذا انكسر أو أي شيء يقدر يعني يواصل بدراجة ثانية، يعني يقدر من هسه يلقى دراجة. احنا ساعدنا يعني أستاذ محمد، احنا ساعدنا الشباب العراقيين كل ما أمكننا من يعني من تسهيل القوانين، يعني قلنا لهم أي دراجة تجيبون مو مشكلة، أي لياقة عندكم مو مشكلة، بس المهم أنتم تشاركون بهذا الحدث اللي صارت بالشهر الرابع. بس هذا احنا نريد نسوي بطولة بروفيشنال، بطولة ما يبي أي شوائب، يعني يكون الدراجة دراجة زينة، دراجة جبلية، الفريق هو يعني يقدر يكون أو يلقى مساعدات، يقدر يعني ياخذ مساعدات من الشركات بالجنوب أو أي واحد يساعدهم أو من النوادي يساعدهم بين يشترون دراجة ودراجتين من محافظة أربيل، اللي هسه هو يكون موسم جلب الدراجات الجبلية من الخارج. يعني هذا كلش مهم، يعني أتمنى من الشباب العراق يعني لا يحرجونا بين يقولون احنا نريد نشارك بس بسبب الإمكانيات ما نقدر، يعني ما نقدر نشارك ويساعدونا وهيك، يعني يغضون النظر عن بعض التفاصيل. لا، يعني انا اعتذر منهم، لأن أي واحد يحب الرياضة أستاذ محمد لازم يضحي. أنا ضحيت بكل شيء على مود يعني أوصل لهذا المستوى، ولازم أي واحد يضحي بأي شيء حتى يوصل اللي هو يبغاه. كمان وقت انا عند امك ابو غنزة كان يسربا هريمي كرسانن بلا املا دو بالانت كي بيشوا تشاب وشي مانكر لا حنيشت يا بابلين جومنا حنيشت كا باس لك خرافه يا باشا قرنوي وثمان غنزة كان باش داريكن بلام براسي اسكاتي او هاتوا كبرادنان جروب دروس كان هر جروبي لوجو شي خوي هبي ناي شي خوي هبي چونکه ایمه حتی تنانند او گروپانی که لوگو آنه که دیزاینه کمان بونه ایمه تو این آلای جوانی با کنید شوانی پیش برشکا دایبنید. لگل اوشا اما نوید کلی گروپی اک پاسیل دو پاسیلی های بیا پاسیلی چانو وکو احکیات های بیا وکو یدگ های بیا بای اگر تو او پاسیلی تو ششتی اک بو با پاسیلی که تیب بردوانی بخوی با لبرود کامان وید هیچ کشک اگر ایمه بریاری او پالوان تیمان نه انشاءالله لدوی اوی که لگل او کمپانیه کوتینا رکوتن کوتینه سراوی که ایم او بطوله من کرد کامان و هیچ کسی اک احراجی او من نکابله من حس اکم بجداری کم بلام پاسکیلی چاکم نیا پاسکیلی
كون اهينم باسيليش بكري اهينم يا اوشتان ان ايما امانيش تكزور برو بروفيشنالان بروابو لبر لواني ام بطوله لسر است عراق وايلي بكين كولاتاني 4 دور البجداري كان لواني دعوتي ولاتاني عربي بكين ولاتي ايران كين كوانا باسي سوارو باسيلي باش يعني كواتك تو اتوي بجداري لبطوله كي ابيتو وكو جروب تصحيه بو بك دو باسيلي باش يبتو باكيتو ولم جرى رغانا بطاتي تو تمرين كيتو مشغ بكيت لبروت كامان وايد كامان وايد دوباره لاستاو جروب دروس كان لوجو بخوتان دروس كان ناويشي جوان بخوتان دروس كان بويك جروب كان زور بون اما اتواني زياده سرنجي يچتي پاسي سواراني كردستان يچتي پاسي سواراني عراقي زياده سرنج را پيشين كه استا كوتوني تمشتو مري اوانه كه بس من اكن بشيوازي چي باش اما بتوانين لري ام جروپانوا يچتي چي پاسي دي شاخواني دروس كين غزيات برو بين بم كار جواني اما لبرو دوباره تكال مويا كلي استاوا هاول بن جروب دروس كان لوجو ناو دو باسكيل لقل اوشا كابلنا خوتانكو برايك بطاتي چون علي وكو برايش يغرتو لنا خوتان يغرتوبن ك كسي قلب جيرن بو بيش برشكان كسي دو هم سيام اتواني وكو احتياط اگر كسي يكم توشي شكسيك بو يان بابلين مصابيك بو كسي دوم بيتا جيغي يعني ايشي جروب امي خوشكتو لسر آسی گروپ کابی بردنو که لسر آسی تاکه کسی اگ نابی هیوا دارم که امشتانا بجوانی بگات اللہ ایو هیوا دارم که انشالله لمانی ششا اگر ایمه لگل او کمپانیا ریکوتین بطاوتی مرجکان انو سریتاوا دیاری اکریتو بلاو اکریتاوا انشالله اشگد تقدرون سوون گروبات اکثر اشگد راح يكون فرصة الدعم مالتنا اکثر لان الكومبانيات والشركات الموجوده راح يباعون على العدد مال الاشخاص، اذا شافوا الجروبات اللي مشتركه كلش هوايه راح يجينا هواي دعم من هاي الشركات. عاد ان شاء الله اذا تقدرون ايش قد تقدرون تسوون جروبات اكثر. نعم. حتى يا استاذ محمد يعني يمكن مثل ما قلنا يمكن هذه البطوله احنا اذا قدرنا نشيك على كل الموضوع ونسوي كنترول على اللعبه يعني يمكن احنا من خلال اتحاد الدراجات العراقية احنا ندعو بعض اللاعبين من الدول العربية هم من ايران نعم. وكلهم يعني بروفيشنال بهذا اللعبة وعندهم دراجات كل زينة لذلك احنا ترجاكم يعني ولا واحد يحرجنا بين يقول انا اريد اشارك بس ما عندي دراجة زينة واجيب هيك شي دراجة واشارك لا احنا نريد تكونون فريق وكل فريق من اي عدد متكون مو مشكلة ان شاء الله من 3 اشخاص او 15 واحد مو مشكله هو اكو ستاندرد لهذا الجروبات بس احنا مو مشكله احنا شلون ما تقول احنا نشجع على تكوين الجروبات حسب الاصدقاء يجتمعون وهذا الجروبات يكون عندهم لوجو واسم جميل ويقدر يمثلون المنطقه مالتهم او المحافظه او فد نادي يدعمهم مو مشكله المهم يعني يكون هذا الفريق كامل مكمل من كامل التجهيزات من الخوذه من الواقعات مع الركبة والكوع والملابس ويكون عندهم دراجات كلش زينة يعني حتى احنا نفحص اذا كانت الدراجات كلش قديمة يعني نتأسف بين ما راح نقبله بهذا البطولة انا ما عندي اي شيء اخر اخ محمد ما اعرف اذا انت تضيف اي شيء بالنسبة للبطولة مثل ما قال كاكدانا ان شاء الله راح تصير جزء على مستوى الدول المجاورة يعني اللي راح يجون من باقي الدول راح يكونون كلش اقوياء ومتدربين زين يعني شباب شدوا حيلكم شدوا همتكم تتدربون زين وإن شاء الله الفوز لكم وإن شاء الله تاخذوها إن شاء الله وشوفكم على خير من زور سواسي كاك محمد كان بو أنا ترجمه وقفته وقردن لسراء وموضوعة من زور سواسي ايوه إبراهيم عزيزة كان براستي من هرقيز باسي خومنا كان بلان دلنيا بن بهوي ايوه بهوي قنجاني كردستان اگر اوان نبن أو من ناقم أم بلو يا بابلين يا أم مستواك من بتوان من الخوشية ويهاوريان بشم كومبانيا كان قناعة بيبكن بوي سبونسري بكن أجر إيه وي كساني دول صوص نبن بوور الشكا إما ناقين أم بلايا يعني إما حموما بيك ترتوى وكريكين من زور رصبا صانكم هو دارم لم دقية ولا دواء أم فيديو يتربكونا أويكا جروب دروس كان نك اوي كيما همومان بيكو بينو نزاني چون منافسه يكتر بكين
من دوباره زور سپاسانه کم و انشالله با ام بطوله اما زاره امی که باس من کشتی که سرطاییه حتی اکو مانگی شش و نزیک مانگی حود زور شد گرانکاری بسریایتو کتا یا ساکان او کات درکین اگر انشالله کمپانیه که رزامن گوله سپانسری کم زور سپاسانه کم. طبعا شباب شكرا جزيلا لكم. لو ما انتم ما نصل بهالمستوى ما نقدر نروح نقابل اهل الشركات نطلب منهم سبونسر. نتمنى منكم تدعمون هاي الرياضه وتكونون يعني جديين جدا بهاي الرياضه، وان شاء الله راح يصير بعض الشروط وبعض القوانين راح تصير بعد الشهر السابع، وراح ان شاء الله كلها نعلن عنها ونعلن عن التاريخ اللي راح يكون به المسابقه. وشكرا جزيلا، مساكم الله، مع السلامة.